سيحظى طلائع السياح الذين ستستقبلهم تايلاند بعد 6 أشهر من إغلاق أبوابها أمامهم بحجر صحي فاخر من فئة 5 نجوم، لكن مع ضرورة التزامهم إجراءات سلامة من الأكثر تشددا في العالم. بالنسبة لولاية بوكيت، نعتمد السياسة الأكثر تشددا على الضيف أن يبقى في الغرفة على مدار الساعة إلى حين إنهاء برنامج الحجر الصحي. وسيستمتع السياح الأجانب القليلون المرتقبون بمزايا خاصة استثنائية وسط أجواء من الراحة والفخامة في هذا الفندق في بوكيت جنوب تايلاند، الذي اعتمدته السلطات ليمضي فيه السياح حجرا لمدة 14 يوما قبل أن يمددوا إقامتهم في مناطق أخرى. اخترنا أن نكون فندقا للحجر لأننا نريد أن نقدم الدعم والمساعدة للسكان المحليين الذين يعانون كثيرا جراء كوفيد-19، إضافة إلى الموظفين الذين سيتمكنون من العودة إلى العمل وتحصيل المال لتأمين القوت لهم ولعائلاتهم. وقد خضع موظفو الفندق للتدريب في المستشفى وزودوا تجهيزات للحماية، بينما يتولى أطباء وعناصر أمنيون مراقبة الغرف على مدار الساعة من غرفة عمليات خاصة.